انضمت إلينا الآن الدكتورة نسرين صوان في فقرة متميزة تجمعنا معها صباح كل يوم اثنين، بداية أسبوع مشرقة للجميع. صباح الفل يا دكتورة. صباح الفل ليلى. صباح الفل على حضرتك وعلى مستمعيك وعلى كل من يحب الدكتورة نسرين صوان وفقرتها المتميزة. لفت نظري، كنا نستمع إلى هذه الأغنية الرائعة لوائل جسار أهل السعادة، حيث وصف المؤمنين بشكل عام دكتور نسرين بأهل السعادة. يعني جميل هذا الوصف، أهل السعادة، من يؤمن بالله على اختلاف دياناتنا، على اختلاف انتماءاتنا، بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سعداء. هذه هي السعادة الحقيقية، صحيح دكتورة؟ أكيد طبعا يا ليلى. يعني حب الله وحب الأسرة، حب الوطن، يعني كل الأشياء هذه هي يعني عنوان السعادة، وأهم شيء ممكن أنه يخلي الناس سعداء في حياتهم. والحقيقة هلأ يا ليلى، منيح اللي حكيتي بالموضوع هذا، لأنه إحنا من بكرة حنبدأ نحكي في سلسلة عن الدبريشن والاكتئاب، وإحنا بدنا نحكي على الدبريشن لأنه إحنا بدنا نحاول إنه نساعد الناس إنهم يطلعوا من الدبريشن. نعم، يعني الأحداث المؤسفة كما أشرتي دكتورة في حولنا في كل مكان ربما يعني تزيد من هذه يعني الضغوط النفسية والعصبية على الإنسان. كلنا لنا أهل فيما، وكلنا يعني في وسط ما يجري، لا نستطيع أن نفصل أنفسنا عن ما يجري في أوطاننا، نحن جزء منه نتفاعل، ولكن كيف نخفف هذه الضغوط، هذا هو المهم. وطبعا هذا موضوعنا الهام جدا غدا معك دكتورة، الاكتئاب أثره النفسية والصحية، وأيضا كيف نتجنب الاكتئاب وكيف يمكن لنا أن نخفف من وطأته على نفسنا. لكن أيضا سلسلة هامة جدا بدأناها معك دكتورة صوان تتعلق في الأكني وكيفية معالجته، وما هي الطرق الناجعة أيضا لتجاوز آثاره الجانبية والنفسية الخطيرة على من بيكون يعني حب الشباب تأثيره كبير، خاصة ترك علامات سكارفز على البشرة. تفضلي دكتورة. يعني هو طبعا حب الشباب يعني أكيد أنه له آثار نفسية وجسمية. يعني هو لما الشخص يكون عنده حب الشباب ويكون حب الشباب أكتف، يؤثر على يعني على شكل الشخص، على شكل المريض، وكمان بنفس الوقت على السلف استيم أو على إحساسه بنفسه وثقته بنفسه. والمشكلة إنه لما حب الشباب بيختفي، المشكلة إنه يترك ندبات، والندبات هذه طويلة المدى ومن الصعب علاجها. يعني حتى العلاجات اللي إحنا حكينا عنها، سواء كانت بالليزر أو كانت مثلا بالمايكروبين أو بالكيميكال بيل أو المايكروديرما بريجن، أو حتى مثلا إذا عملنا فيها حقن ستيرويد أو في حقن تانية ممكن برضو إنه إحنا نعملها في الندبات هذه، أو إذا استعملنا كل الوسائل المتاحة، إحنا ما بنقدر إنه نشيل الندبات هذه تماما تماما تماما. يعني إحنا بنخففها. يعني اللي بحاول إني أنا أقوله إنه أهم شيء من علاج ندبات حب الشباب هو علاج حب الشباب أصلا. الوقاية من حب الشباب على قد ما إحنا بنقدر، وبعدين العلاج المبكر، العلاج المبكر لحب الشباب، لأنه حتى علاج الندبات من الصعب جدا إنه هو يكون علاج كامل. يعني أنا شفت كثير من المرضى اللي اتعالجوا في محلات تانية، حتى وصل الموضوع إنهم حتى عملوا CO2 ليزر اللي هو من أشد أنواع الليزر اللي بيشيل طبقة كاملة من الجلد، وبده تقريبا يعني ممكن إنه يوصل 6 أسابيع أو حتى يعني أكتر من هيك. يعني الداون تايم تبعه بيكون طويل لهالدرجة، برضو ممكن إنه ما يعالجش الندبات بصورة
يعني بصورة كاملة. إذا دخلت معك دكتورة هنا، هل السبب لأننا تأخرنا، يعني هل السبب لأننا ربما لم نتبع الخطوات الصحيحة للمعالجة، هل المعالجة الخطأ تقود إلى ربما تعميق الآثار الجانبية؟ خلينا نوضح لمستمعينا أنه لما ربما السبب، أتساءل أننا لم نعالج الموضوع من بدايته، ولم نأخذ النصيحة الصحيحة في كيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. طبعا أكيد، يعني علشان هيك أنا بقول إنه ضروري جدا جدا مراجعة الطبيب، والطبيب اللي بيكون يعني عنده المام وعنده اختصاص في علاج حب الشباب. ضروري جدا إنه المريض إنه ما يعمل الشيء من نفسه، يعني هذا الشيء عشان إنه إحنا نقلل احتمال ظهور الندبات في المستقبل. يعني في بعض الناس سألوني، طب فلنفرض إنه إحنا ما فينا نعالج الندبات، ما بنقدر إنه إحنا يعني إنه نعمل كل هالتريتمنت أو جزء منها أو تيفر. أنا بقول إنه الندبات إذا لم تعالج ممكن إنها تخف شوية منها لنفسها، بس ما بتروح. يعني نعم. في بعض الناس سألوني السؤال هذا. وبعدين يعني اللي بحاول إني أقوله إنه علاج الندبات ما ضروري إنه إحنا نبدأ بأكتر شيء مكلف، يعني ممكن نبدأ بأقل شيء أو بأرخص شيء. أرخص شيء إنه إحنا نعالج حب الشباب من بدري، فعاد الندبات ممكن إنها هي لا تظهر. والإشي الثاني وأهم من هذا إنه إذا ظهرت الندبات ممكن إنه نبدأ بالأشياء اللي ما بتكلف كتير. والأشياء اللي ما بتكلف كتير، أنا قلت لك يعني أرخص شيء هو الكيميكال بيل، والكيميكال بيل بالجلايكوليك أسيد ممكن إنه يساعد. يعني هو الكيميكال بيل ممكن إنه إحنا نعمل، طبعا في حاجة اسمها يعني مايلد وموديريت وديب. ممكن إنه إحنا نبدأ بالشيء اللي هو أقل شيء ونعمله عدة مرات، وهذا الإشي ممكن إنه يساعد. الكيميكال بيل ممكن إنه إحنا نعمل كيميكال بيل للوجه كله، وممكن يعني إحنا حكينا في الكيميكال بيل في حلقات سابقة لعلاج حب الشباب نفسه، بس هلأ بدي أحكي عن علاج ندبات حب الشباب. ندبات حب الشباب ممكن إنه إحنا نعالجها بالكيميكال بيل. إحنا قلنا إنه في اللي هو بيكون مايلد أو لايت، وفي حاجة بتكون ميديوم، وفي حاجة بتكون ديب. يوجوالي إحنا بالنسبة لللايت كيميكال تيل، المواد اللي إحنا بنستعملها اللي هي الألفا هيدروكسي أسيد وبيتا هيدروكسي أسيد، بنحطها طبعا على قطنة يعني بنعمل الوجه فيها. أنا بدي أقولك إنه الكيميكال تيل ممكن إنه إحنا نعمله في مكتب الطبيب أو في السبا، أو في حتى كيميكال تيل ممكن إنه الناس يعملوا بالبيوت، بس بيكون اللايت كيميكال تيل، يعني مو إنه الميديوم أو الميديوم أو الديب. هل يحتاج خبرة دكتورة الكيميكال تيلز؟ هل يحتاج خبرة أيضا يعني؟ يعني هو يفضل طبعا، بس نعم. يعني في بعض الناس يا ليلى ما بيقدروا انهم هم يعني ما امكانياتهم المادية ما فيهم انه هم يروحوا مثلا على الصفاء او عند طبيب، ويمكن مثلا نعم افهم ذلك دكتورة، لكن نحن نوضح يعني ما الذي يحتاج الى خبرة وما الذي ممكن انه ينعمل في خارج. نعم اللايت كيميكال بيل، اللايت اللي هو باستخدام الجلايكوليك اسيد او الساليسيليك اسيد. في بعض الشركات بيكون في عندها في شركة اسمها نيوستراتا عندها يعني في مستحضرات للكيميكال بيل اللي ممكن انه ينعمل بالبيت، ويعني بتكون عبارة عن باتس زي الباتس تبعت الالكوهول، وبيكون الدايركشنز مكتوب عليها، وطبعا هذا بيكون لايت كيميكال بيل. اللي بحاول اني اقوله انه ممكن انه ينعمل في مكتب طبيب او سبا، او انه ممكن انه ينعمل بالبيت، وهذا تكلفته كتير بسيطة. من اثاره الجانبية طبعا الاحمرار والحكة، وطبعا البيل احنا بدنا انه الجلد انه هو يبدأ يقشر، وبصير طبعا يعني زيادة في تحسس الجلد.
وطبعا بيكون انه الجلد يتحسس من السن لايت، علشان هيك احنا ضروري جدا انه نبتعد عن التعرض للشمس، وبنفس الوقت انه نحط واقي الشمس. هلأ بالنسبة للميديوم كيميكال بيل، طبعا هذا الميديوم كيميكال بيل يتم في عيادات الدكاترة، وفي طبعا بعض السبا ممكن انه هم يعملوه. هو برضو جلايكوليك وساليسيليك، بس بيكون تركيزه اكتر شوية. وبرضو التي سي اي برضو ممكن انه يعمل ميديوم كيميكال بيل. ممكن انه احنا نعمل 1 to 2 coats، التركيز تبعه بيكون من 10% to 40%، ويعني بقعد على الجلد لفترة كتير بسيطة، وبعدين بنحط نيوترالايزر، وبيبدأ طبعا بعد هيك الجلد انه هو بيصير فيه احمرار، ويعني بيصير فيه حكة بسيطة، وطبعا زي ما قلنا انه بيصير حساس للشمس، وبنكون حاسين انه كأنه الجلد بيكون شادد، بيكون زي تايت فيلينج يعني بيكون فيه، وطبعا بيبدأ الفيلينج بعد هيك. اللي بحب اني اقوله انه انا بفضل طبعا انه الميديوم كيميكال بيل انه ينعمل طبعا في مكتب طبيب، ممكن انه يكون من السايد افكتس تبعت والهايبر بيجمنتيشن، الطبيب بيقدر انه يعالج الاشياء هذه اذا يعني اذا حدثت. ريكفري من الميديوم كيميكال بيل تقريبا يعني بحدود يعني 7 ايام. اللايت كيميكال بيل ممكن ما يكون له ريكفري، يعني ممكن حتى انه ما يحس الشخص انه يعني هو عمل البيل، بس برضو يعني الجلايكوليك والساليسيليك يعني كونسنتريشن خفيف بيساعد في ندبات حب الشباب. هلا احنا في عنا الكيميكال بيل اللي هو الديب اللي بيستعمله في يعني هاي كونسنتريشن اوف تي سي اي او الفينول، هذا طبعا غالي جدا، ويعمل في يعني ممكن انه بنعمل في عيادات الدكاتره، وممكن انه يلزمه يعني عمليه تخدير. فعاد يعني انا اللي بقوله انه احنا دائما بنبدا بالاشياء اللي هي بتكون ارخص والاشياء اللي اقل، يعني we always start low and go slow. عشان هيك انا بقول انه اهم شيء انه احنا نحاول نعمله في علاج ندبات حب الشباب، انه ما نبداش بالاشياء اللي كتير ممكن انها تكون يعني او غالية، وبنفس الوقت انه تكون هارش على الجلد. حكينا المرة اللي فاتت على TCA Cross Chemical Peel، وقلنا انه TCA Cross الفرق بينه وبين الكيميكال بيل العادي، احنا ما بنعملش بيل للوجه كله، بيكون الكونسنتريشن تبع TCA كتير عالي يعني لدرجة 100%، واحنا بنحطه في الندبة نفسها. احنا اتفقنا انه في عدة انواع من الندبات، حكينا انه في ندبات بتكون منخفضة وفي ندبات بتكون مرتفعة. المنخفضة هي الايس بيك رولينج وحاجة اسمها بوكس كار، هي هذه اللي منخفضة عن سطح الجلد، احنا بنحطها في قلب الندبة نفسها، ويعني طبعا هذه لازم انها تنعمل في مكتب طبيب، هذه ما بتنعمل يعني حتى في السبا او في البيت او اي شيء، يعني ضروري انه طبيب مختص انه يعمل الشيء هذا. في بعض الناس اللي ما استفادوا حتى مع الليزر استفادوا من التي سي اي كروس بيل. فعاد وبعدين يعني برضو التي سي اي كروس بيل يعني لا يعتبر انه حاجة غالية، مش علاج غالي طبعا. العلاج الثاني طبعا يا دكتورة يدهمنا الوقت اقل من نصف دقيقة لانتهاء، نبقى عند العلاج الثاني، ونعد مستمعينا ان تكون هناك ان شاء الله حلقة قادمة نتحدث عن ذلك، وايضا برنامج رائع بكرة تابعونا مع بضيافة الدكتورة نسرين صوان. الى اللقاء دكتورة، شكرا لك. يسعدني الآن أن نكون في ضيافة الدكتورة نسرين صوان، وهذه الحلقة الأخيرة على ما أعتقد لحلقات الحب الشباب المعالجة والتريتمنت. صباح الفل دكتورة. أهلاً
صباح الفل ليلى. صباح الفل لك دكتورة، وصباح الفل لكل من يتابع فقرتك الرائعة والمتميزة جدا وجدا 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 كل يوم اثنين في تمام التاسعة إلا ثلث. أنت أيضا من السيدات والدكتورة رائعة جدا فيما تقدمينه، وكل الحب والشكر لك على جهودك في هذه الفقرة الطبية المتميزة معنا، واستجابتك أيضا لنا في هذه التغطيات دائما. دكتورة سوان نشكر لك حضورك الراقي معنا. تسلمي عزيزتي، تسلمي. تفضلي إليك دكتورة، نحن في نهاية حلقاتنا لحب الشباب، ماذا يمكن أن نختم حلقاتنا، كيفية تقليل الندبات وما هي المعالجة؟ تفضلي. والله بدي أبدأ يا ليلى أنه أعمل ملخص لكل اللي حكيناه في الحلقات السابقة، وإن شاء الله أنه هذا الملخص يفيد كل الناس. يعني هلأ بدنا نحكي أنه سبب حب الشباب طبعا هو الهرمونات التي تحدث زيادة في إفراز الغدد الدهنية وتؤدي إلى انسداد المسامات بالدهون، ويعني لما بتنسد المسامات أيضا بالخلايا الميتة يؤدي هذا إلى تكاثر البكتيريا وحدوث الالتهابات وحدوث حب الشباب. يظهر طبعا في الوجه، في الرقبة، في الأكتاف، الصدر، الظهر. هو الحقيقة ترجمته العد الشائع، بس إحنا اللي هو الأكني فالجاريس، بس إحنا اتعرفنا إنه اسمه حب الشباب، علشان هيك أنا رح أضل أقول إنه هو حب الشباب. مراحل حب الشباب طبعا هي الخفيفة اللي هي الزيوان، وفي المتوسطة اللي هي البثور والحبوب، والشديدة اللي هي التكيسات والحويصلات. ضروري جدا جدا لأي شخص بيكون مصاب، أو أي مثلا يعني أم عندها بنت أو ابن مصاب، لازم إنه يعني على طول إنه ياخدوه عند الطبيب، لأنه العلاج المبكر هو أحسن شيء لتجنب الندبات. يعني هو طبعا حب الشباب احنا كلنا عارفين انه هو حالة مرضية شائعة، عشان هيك لازم الاهالي انه ينتبهوا للشيء هذا. في بعض الاشخاص عندهم استعداد لحب الشباب وما فيش يعني ما بيقدروا انهم هم يعني يتجنبوا حب الشباب نهائيا، بس في بعض الاشياء اللي احنا لازم انه احنا نعملها. يعني مثلا زيادة التعرق تؤدي الى انسداد المسامات وتؤدي الى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء، علشان هيك احنا بنحاول انه نتجنب هذا الشيء. والاستحمام بمجرد ما مثلا انه الواحد انه يعني يحدث معه تعارق، او انه اذا مثلا انه إذا الشخص كان مثلا بيعمل تمارين رياضية، يجب انه المصاب يمتنع عن تعصير حب الشباب، لانه التعصير يؤدي الى زيادة حب الشباب وحدوث الندبات والتصبغات. هلأ بالنسبة للأفراد اللي بياخدوا ستيرويدز، وإحنا قلنا يا ليلى إن شاء الله رح نحكي في الموضوع هذا في حلقات قادمة عن أضرار الستيرويدز، الأنابوليك ستيرويدز اللي كتير من الشباب بياخدوها عشان يربوا عضلاتهم. طبعا دكتورة هذه من المواضيع الهامة جدا جدا، وأردنا نعم دكتورة نعم أردنا أن نتحدث بها أنا والدكتور عبادة الزحيلي، ولكن لم يتسع المجال، وأردنا استضافة حتى مدربين من المدارس الخاصة، لكن إن شاء الله نفعل ذلك معك دكتورة. شكرا للتنويه إلى هذا الموضوع الهام. وطبعا هدول الأنابوليك ستيرويدز يؤدوا إلى ظهور حب الشباب، ولازم إنه إحنا نتجنبهم. بالنسبة للسكر والحليب ومنتجاته والشوكولاتة، بعض الدراسات أثبتت أنه له علاقة، بعض الدراسات قالت ما له علاقة. يعني أنا بس بحاول ألخص كل الكلام اللي إحنا حكينا عنه. المبالغة في تنظيف البشرة يؤدي إلى زيادة إفراز الدهون وزيادة الحالة. أحسن طريقة للتنظيف قلنا استعمال منظفات بسيطة زي السيتافيل مثلا مرتين باليوم. بالنسبة للسترس، اجتني طبعا اسئلة عنه، احنا قلنا انه هو السترس لا يعني لا يحدث حب الشباب، ولكنه يؤدي الى زيادته في حالة لو شخص عنده استعداد لظهور حب الشباب. بالنسبة لعلاج حب الشباب، مدة العلاج طويلة والصبر مطلوب. المراهم مفيدة جدا لعلاج حب الشباب، ودائما نبدأ بالعلاجات الموضعية
وإذا ما نفعت بنجرب العلاجات الموضعية مع الحبوب. هلأ بالنسبة لرؤوس البيضاء والسوداء بنعالجها بالجلايكوليك أسيد، ساليسيليك أسيد، ريتينويك أسيد، وهذه الأشياء تؤدي إلى تفتيح المسام. إذا كان في حبوب حمراء ممكن إنه إحنا نستعمل البنزويل بيروكسايد. البنزويل بيروكسايد يؤدي إلى تنشيف هذه الحبوب. ممكن إنه إحنا نضيف أنتيبيوتيك توبيكال مع البنزويل بيروكسايد ومع الريتينويد، وممكن إنه إحنا نستعمل حاجة اسمها أزيليك أسيد، وهذا يعني برضو علاج موضعي. بالنسبة لتقشير البشرة، تقشير البشرة يساعد على تفتيح المسام المسدودة والتخلص من الخلايا الميتة، ويساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء وتخفيف الحبوب الحمراء. تقشير البشرة في منه طبعا السطحي والمتوسط والعميق، حكينا عنهم هدول. بالنسبة للعلاجات القوية لحب الشباب، بالنسبة للناس اللي ما استفادوا من العلاجات الأخرى، ممكن استعمال الأيزوتريتينوين أو الأكيوتين، وهو هذا يقلل من نشاط الغدد الدهنية بالجلد. هلأ الأكيوتين هو الاسم التجاري، هلأ في كتير شركات تانية عم بتنافس الأكيوتين، بس الجينيريك نيم تبعه هو الأيزوتريتينوين. مدة العلاج بالأكيوتين من 6 ل 8 أشهر، عوارضه الجانبية كبيرة، وتتوقف العوارض بعد توقيف الدواء. أهم شيء أنه ما تاخذ واحدة حامل، لأنه يؤدي إلى تشوهات بالجنين. هو طبعا يؤدي كمان إلى جفاف العين والبشرة وزيادة الكوليسترول وارتفاع أنزيمات الكبد. يجب عمل فحص دم دوري. يعني الأيزوتريتينوين ممكن أنه يكون علاج آمن إذا كان يعني طبيب مختص متابع للحالة. طبعا الحمل يمنع لفترة بعد التوقف عن أخذ الأيزوتريتينوين، وهذه الفترة تختلف من نوع لآخر. بس علشان هيك أنا دايما بقول يعني لازم أنه الشخص يكون متابع مع طبيب مختص. بالنسبة للحبوب الأخرى طبعا اللي بنستعملها، إحنا ممكن إنه نستعمل يعني قلنا إنه ممكن نستعمل الأنتيبيوتيكس زي الدوكسيسايكلين في حالة حب الشباب اللي مرتبط، يعني اللي بيكون مثلا يعني مرتبط بمتلازم التكيس المبايض، ممكن إنه نستفيد من حبوب منع الحمل. ويعني هو هذا تلخيص زي ما بقول لك للأشياء اللي إحنا حكينا عنها. هلأ طبعا حكينا انه بالنسبة اذا كنا بنستعمل الايزوتريتينوين او الاكيوتين ما بنستعمل مع الليزر، بس هلأ في دراسات جديدة لها اراء اخرى بس ما بدي احكي عنها، لانه يعني الاشي الكلاسيك انه احنا ما بنستعمل الليزر مع الايزوتريتينوين. هلأ كتير مهم اني اقول عدم علاج حب الشباب بصورة مبكرة يؤدي إلى ظهور الندبات والحفر. يبقى أهم علاج للندبات والحفر هو عبارة عن العلاج المبكر لحب الشباب، وهذا الشيء يؤدي إلى تخفيف الندبات والحفر. إحنا قلنا إنه بالنسبة للندبات حب الشباب طبعا الهايبر بيجمنتيشن اللي هو التصبغات، وحكينا كيف إنه بنعالجها، وبعدين قلنا إنه في حفر اللي هي الآيس بيك والبوكس كار والرولينج، هذه عبارة عن حفر يعني بتكون بأحجام مختلفة. وبعدين في ارتفاعات اللي هي الهايبرتروفيك أو الكيلويد اللي إحنا بنشوفه في الأحوال العادية أو في أغلب الأحوال هو عبارة عن خليط من كل الأنواع هذه. يعني إحنا قلنا إنه عدم تعصير الحبوب كتير مهم، لأني أنا بقول إنه يعني وجود الحبة الحمراء لمدة أسبوعين كتير أحسن من وجود ندبة لطول العمر، يعني هذا إشي كتير كتير مهم. هلأ بدنا نحكي على أهم العلاجات لندبات حب الشباب. طبعا الليزر مهم جدا في علاج ندبات حب الشباب،
بس مو الاكتف اكني. يعني بالنسبة للاكتف اكني قلنا انه هو له ميكست ريزلتس وما في يعني دراسات بنقدر انه نعتمد عليها بالموضوع هذا. بس الليزر يستخدم في علاج الندبات، وطبعا الليزر يوجد منه انواع كثيرة. في منه الليزر اللي بيسبب التقشير والليزر ما بيسبب التقشير، في الليزر الكلي والليزر المجزأ. المهم اني انا بدي اقول انه اختيار نوع الليزر بيعتمد على نوع الجلد ونوع الندبات وشدتها والداون تايم اللي احنا ممكن انه نقبله. يعني مثلا السي او 2 ليزر الكلي ممكن انه يعطينا داون تايم بحدود مثلا 6 أسابيع، بينما مثلا المجزأ ممكن انه يكون الداون تايم تبعه اقل. وكمان اللي بيحدد الشيء هذا هو التكلفة، لانه التكلفة حتى للليزر بتتراوح يعني من يعني بتتراوح، ولازم انه احنا نعرف شو مقدرة المريض المادية اللي بيقدر انه هو يعني يصرفها على الليزر. غالبا بنحتاج من 3-4 جلسات للليزر. يعني هذه الطريقة التكلفة العلاج فيها يعني somehow affordable دكتورة، صحيح؟ والله شوفي، هو بالنسبة يعني بتختلف من عيادة لعيادة طبعا، بس في علاجات كتير غالية. يعني طبعا هو من أكثر العلاجات الغالية اللي هو الليزر اللي هو السي او 2 ليزر، هو اغلى من الاشياء الغاليه كتير. برضو من العلاجات الغاليه التقشير العميق جدا، برضو هذا غالي. راديو فريكوانسي مع الابر الكهربائيه ممكن تكون غاليه كمان، يعني بيختلف من عياده لعياده. راديو فريكوانسي مختلف عن الليزر، والراديو فريكوانسي بيساعد انه يخلي الجلد على مستوى واحد ويخفف الحفر ويحفز إنتاج الكولاجين ويؤدي إلى شد الجلد كمان، وبرضو بلزم عدة جلسات زي الليزر. وهو كمان لا يؤثر على سطح الجلد من برا، بس يعني هو بيساعد على التخفيف من الندبات تاعت حب الشباب ويستمر التحسن لفترة طويلة بعد العلاج. هلأ إحنا حكينا طبعا عن حكينا عن التقشير الكيميائي وحكينا عن المايكروبين في الحلقات السابقة. من الأشياء اللي بنستخدمها في علاجات الندبات اللي هي الفيلرز اللي حكينا عنها في حلقات سابقة، اللي زي الهايلورونيك أسيد، وممكن إنه نستخدم برضو الفات أو الأوتولوجس فات اللي هو يعني دهون من الجسم. في طبعا علاجات جراحية، انه مثلا ممكن استئصال الندبة، وممكن انه مثلا انه في حاجة اسمها سبسيجن اللي هي بنقطع احنا الـ يعني الفايبرس تيشو اللي تحت الندبة، وهذا الاشي بيساعد على انه الندبة تخف. في بعض حقن ستيرويدز ممكن انها تستخدم، وفي علاج بالتبريد. يعني هو الحقيقة المفروض انه الشخص انه يراجع الطبيب ويشوف شو احسن طريقة بتناسبه. وذاتس اباوت ات. يعني احنا هلا حكينا بصورة ملخصة جدا عن حب الشباب الاكتيف وعلاج حب الشباب وعلاج ندبات حب الشباب. دكتورة، يعني وصلنا إلى نهاية المطاف، وأعتقد وصلنا إلى نهاية حلقاتنا. نبدأ سلسلة جديدة كمان رائعة ومهمة جدا معك إن شاء الله في الأيام في الأسابيع القادمة يوم الاثنين تحديدا، تتعلق بالصحة النفسية، حلقات هامة جدا نتابعها إن شاء الله اعتبارا من الاثنين القادم. نشكر لك حضورك الراقي معنا دائما دكتورة سوان، وكل الحب والتقدير لك باسمي وباسم كادر صوت العرب من أمريكا، وأيضا جانتي كان معنا لهذا الصباح في الإخراج. شكرا لك يا دكتورة. تسلمي ليلى، وبدي أقول لك إنه إن شاء الله حلقات الصحة النفسية حتكون بتهم يعني معظم الناس إن ما كانش كلهم. أولا أنا دكتورة.
يعني الحقيقة بدنا بتهمني جدا إن شاء ما يجري الله. يؤثر جدا على نفسيتي يعني، وخايف أقول اللي في قلبي. يعني بدي أقول لك إنه حنحكي إن شاء الله على القلق، وحنحكي عن اضطرابات النوم واضطرابات الأكل، وعلى نعم. مواضيع تهم الجميع. شكرا لك دكتورة، إلى اللقاء الاثنين القادم. هذه ليلى الحسيني تحييكم. غدا مراسلون، حلقة هامة جدا، معنا فاطمة الجمالي من تونس في قيادة البرنامج. إلى اللقاء. شكرا.